العمل كان جود متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ جنان اتولد في طنطا أربعة 2 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في ناس كتير قوي تسمع كلمة العقيدة تخاف وترجع لورا، وفي ناس كتير قوي تسمع كلمة الطقس برضو تقولك كلمة معقدة وأنا ما فهمش حاجة. الحقيقة الموضوع أبسط من كده بكتير جدا كتير جدا جدا جدا. الإنسان اللي ضايق ربنا متمتع بكل ده من غير أي مجهود، لأن احنا ما بنذاكرش حاجة معينة مش فاهمينها، احنا بنعيش الكلام ده كل يوم. اتكلمنا وقلنا إن الإنسان المسيحي ده رجعت له الحياة تاني من خلال القيامة اللي اتمتع بيها في المعمودية. فتخيل أنت بقى لو فاهم الحتة دي، ده حاجة بسيطة جدا بس أنت تعيشها. لو أنت عايش الكلام ده، لو أنت عايش كإنسان قائم، تحب الموت يرجع لك تاني؟ هتلاقيك لا، محبش الموت يرجع لي تاني أبدا. ليك دايما نفسك تبقى في الحياة دي على طول، تلاقي نفسك على طول عايش حياة التوبة. ليه؟ ما أنا خلاص ما بقاش جوايا مكان للضلمة، أنا بقيت إنسان قايم، أنا بتاع النور. فيبتدي الإنسان اللي فهمه في الطقس اللي حصل معاه في سر المعمودية مثلا يعيش بيه طول عمره، يبقى من جواه كره شديد جدا 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 للظلمة. ليه؟ يقولك أنا مش ممكن أرجع للموت تاني. فيبتدي الطقس يبقى بالنسبة له حاجة حية يعيشها كل يوم. لما بيجي الإنسان المعمد ده وأبونا بيصلي، أبونا قبل ما يبتدي سر المعمودية بيستأذن ربنا، بيقول له يا رب اديني أنا عبدك الكاهن إن أنا أكون مستحق إني وتمم سر المعمودية، وإن الإنسان اللي طالع من مية المعمودية ده ينطبع فيه صورتك. فليتصور المسيح في الذين ينالون مني صبغة المعمودية أو صبغة الميلاد التاني ده. الإنسان اللي بص كده على الكلام ده ويبتدي يقول ياه أنا مطبوع على شكل المسيح، تلاقيه عايش طول عمره ضايق الطقس وفرحان بي وعايش. طب بتقول لي يا ابونا العقيدة هي هي، ما أنت فهمت إن القيامة رجعت لك الحياة، وعشان أنت عارف إنها غالية جدا محافظ عليها جدا جدا جدا. هي دي حياتنا، هي دي حياتنا، ما عندناش حاجة مش مفهومة وما عندناش حاجة من الواحد متمتعش بيها. لكن إن ابتدى الإنسان يتمتع باللي هو فهمه ده، إن ابتدى الإنسان يشكر ربنا كل يوم على اللي ربنا فهمه له، إن ابتدى الإنسان كل يوم يقول خطوة خطوة ويطلب معونة من ربنا يسلك في هذا الطريق، يا بخت هذا الإنسان، بعيش فرحان جدا وربنا يفرحه كل يوم أكتر وأكتر. ربنا يفرحنا بكنيستنا ويفرحنا بكل اللي هو بيدونا من عطايا وبركات. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن والأبد. من ضمن البركات اللي أنعم بها ربنا علينا في الكنيسة خدمة هامة جدا جدا، خدمة الحالات الخاصة. عايز أعرف كيف كانت البداية، التفكير نقدر نعتبر العمل ده بركة بيشوي اللي ربنا ادهولنا كبداية. دي كان مع واحدة تاني اسمها مريم. عرفنا حالة بيشوي، كان ليه شوية احتياجات عن طريق الافتقاد، عرفت على حالة تانية ابتدت تنشأ بقى فكرة اللي تابع معاهم في مكان في الكنيسة، بدأت في حتى في الحضانة. الكلام ده كان حوالي سنة كام؟ بداية التسعينات يعني. نقدر نقول دلوقتي مثلا دخلنا في 28 سنة، كبداية بسيطة وبدأت من داخل الحضانة نفسها. مريم حبيب كانت ماسكة الحضانة. حالات ده بتبقى حالات طبعا تعتبر فئة من البشر يعني مختلفين عننا شوية. إمكانياتهم بسيطة يعني؟ لا بس إمكانياتهم مش بسيطة، إمكانياتهم حلوة جدا. خليني أنا أركز مثلا ان احنا نستغل اقصى امكانية عند الطفل، ان احنا بنركز على احنا بنكتشف تركيزنا بنكتشف قدرات الطفل، دي اهم حاجة. هما بيعلموني في مرة من المرات كنا في المركز بنعلم ترنيمة او لحن حاجة زي كده، فاكتشفت ولد حفظ كان بحفظه لحن امين امين طول سنة تونس، لقيته ودنه موسيقية حلو جدا، فاستغلنا المقدرة اللي عنده دي بقى ان احنا نعلمه ترانيم وموسيقى.
البدايه دول كان اتنين في المكان مع الحضانه العربي. اه بعد كده نقلتوا المكان التاني، رحنا المكان اللي هو حاليا في المستشفى. المستشفى بدل المكان اوضه بقى فيه مكان شقتين. اه وبدا العدد يزيد شويه، وبعد كده نقلته لمكان اوسع. المكان الاوسع امكانياته يعني هي فصول عدد اوسع وفيها قاعه العاب وفيها طبعا الجيم، حاطينه مع الالعاب برضه عشان مفيش مكان للجيم تاني. وبعد كده حاليا خدنا مكان تاني ملحق للمكان بحيث نحط فيه الاطفال، لان في عندي كبار كتير والاطفال مع كبار بقى المكان تحت مش مستحمل اطفال وكبار مع بعض. يعني نقدر نقول العدد وصل كام دلوقتي؟ دلوقتي في 50. دلوقتي الاطفال الولاد بيجوا من الصبح الساعه 8:30 الصبح تقريبا. مواصله تبعكم بتجيبوا؟ في باص بتاع المركز بيجوا الصبح. دلوقتي حافظوا الولاد كلهم، حافظوا تمجيد، بنعمل تمجيد الصبح، تمجيد ست العذراء وتمجيد الملك ميخائيل. وكان حقيقه يعني تمجيد يقولوا في مثلا في مديح 10 سطور ولا حاجه؟ لا، بتاعت سلام لك يا مريم يا يمام كلها حفظوهم، شرحوها كل يوم، كل يوم بيقولوا. وملك مخيل برضه. انتوا عندكم كنيسه وبعدين زودنا عليهم ابو سيفين، بياخدوا مثلا في التمجيد ده ربع ساعه نص ساعه، يعني حوالي تلت ساعه كده. تلت ساعه؟ بعد كده بنعمل بقى تقسم الاطفال الصغيرين والكبار اللي هو الصغير لوحدهم. يعملوا بيبقى في طابور الصباح، بعد كده بيتقسموا. طابور الصباح يعني عباره عن ايه؟ الكبار بيعملوا تمارين زي المدارس بالظبط، وفصافه وانتباه وتحرك جمهوريه مصر العربيه، تعليم ودراسه بسيطه، بيقدم حاجات حروف ارقام. احنا حاسين اول بعمل ربيتين اساسيتين، يعني حفلتين. حفلتين، حفله عيد الام وحفله حفله السنه بتاعت المركز في اخر ست. الولاد دي هي بتخدمنا، يعني مثلا انا رايحه مثلا متضايقه من حاجه، يقابلني حد ينسيني التعب والمضايقه ولا خلاص نسيت كل حاجه. هو فعلا مش احتياجات خاصه، هو بيجي منه. انا بقول دول مش احتياجات خاصه، لان ايه؟ طول ما اكتشفت ال ايه المقدره عند الولد ده ونميتها هيبرع فيها، وهيتعرف ان هو الولد ده مثلا بيعرف يعزف موسيقى، معاه ايه ما هوش ايه، بس هو ودنه موسيقيه يعرف يعزف. ولا التاني علمته مثلا اللي يحفظ شعر، بيعرف يحفظ اشعار ويبقى يمارس حياته في الشعر، يبقى حلو جدا. كان ناقشت الحكايه دي مع قداسه البابا تودروس قبل ما يبقى وترك المكان بيزورنا. وزار المركز. فبقول له التطلعات، يعني الحقيقه يعني هو الخدمه دي عشان يعني تبقى في صوره قويه قوي ما ينفعش كنيسه لوحدها. يعني عايزه عمل جماعي عشان يبقى فيه امكانيات اكبر ويتاخد مكان مناسب، يعني حكايه اكبر من ان تخدمها كنيسه محدوده اكبر من كده. فيعني اللي حصل عندنا مع الامكانيات المحدوده قوي دي الحقيقه يعتبر شيء مش قليل.